الآن مشاهدينا ننتقل على الهواء مباشرة إلى المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره الماليزية. جانبين لاستئناف قوة ومتانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وماليزيا، والرباط القوي الذي تأسست عليه هذه العلاقة في إطار الصداقة التي تجمع بين الشعبين المصري والماليزي. معالي الوزير تشرف صباح اليوم بلقاء السيد الرئيس، وكان لقاء مثمر تم خلاله تناول العلاقات الثنائية ورؤية مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما كذلك عقدت مع معالي الوزير جلسة مباحثات منفردة ومحادثات موسعة تم خلالها الاتفاق على تفعيل آليات القائمة لدفع مسارات العلاقات السياسية الاقتصادية الثقافية نحو الأمام للنظر نحو المستقبل، وما نستطيع أن نوفره بعضنا البعض من دعم ومؤازرة واستفادة متبادلة تصب في صالح الشعبين الشقيقين. أنا متطلع إن شاء الله لتفعيل كافة هذه الآليات، آلية التشاور السياسي، عقد اللجنة المشتركة، اللجنة الاقتصادية، منتدى رجال الأعمال، الزيارات المتبادلة فيما بين المسؤولين على أعلى مستوى، وكلها أيضا لاستكشاف مجالات التعاون. وركزنا في هذا الصدد على التعاون الاقتصادي. عبرت لمعالي الوزير عن مدى التقدير لما حققته ماليزيا من تقدم اقتصادي خلال السنوات الماضية، من تقدم في المجال التكنولوجي، وأيضا وجود مصر تسير بخطى ثابتة في إطار الإصلاح الاقتصادي، في إطار توفير المناخ الملائم للنهوض بالاقتصاد المصري، المشروعات القومية الكبرى، البنية الأساسية، كلها تستطيع أن تستفيد من الخبرات والاستثمارات الماليزية ويكون لها عائد مفيد لأشقائنا في ماليزيا، وفي أيضا رفع كفاءة قدراتنا في مصر وتوفير الفرص لمزيد من العمالة. أنا برحب بمعالي الوزير وسعيد على المستوى الشخصي بأن يكون هناك هذا التواصل الأخوي القوي فيما بيننا، وأتطلع للعمل الوثيق معه خلال الفترة القادمة لتحقيق كل طموحاتنا وما وجه به كل من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء من اهتمام بالعلاقة وتكليف لنا أن نسير قدما لتكريسها وعودتها إلى مستوياتها التي يطمح إليها الشعبين الشقيقين. تفضل. Thank you. أشكرك سعادة الوزير. أولا أود أن أتقدم أن أعبر عن كل التقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك لأخي الوزير شكري، ولحكومة جمهورية مصر العربية على الاستقبال الدافئ الذي حظيت به أنا والوفد المرافق. وأعتقد أنه من الهام أن أشير إلى أن الاجتماع اليوم هو اجتماع تاريخي في بين مصر وماليزيا على مستوى العلاقات. وبالقطع فإن هذه الزيارة كما أعتقد بالفعل تمثل نجاحا لوضع العلاقات بين البلدين في مسارها. الحماس الذي حظيت به أنا والوفد المرافق يعكس العلاقة الحقيقية بين الشعب المصري والشعب الماليزي، والذي نتمتع بها منذ سنوات طويلة. الآن حان الوقت في ظل الجائحة العالمية لإحياء هذه العلاقات بين البلدين. وكما نعرف جميعا وكما ذكر سيادة الوزير شكري، فإن رئيس الوزراء الماليزي كان له مكالمة فيديو مع فخامة الرئيس، مما أدى إلى هذه الزيارة اليوم لتمهيد الطريق بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون، وكذلك واكتشاف المجالات الجديدة، وأن نبني على ما هو موجود فعلا
وأؤكد سعادة الوزير كما ذكرت استخدام الآليات الحالية والقائمة. لقد اتفقنا في المناقشات الثنائية وفي اجتماع اللجنة المشتركة الذي ترأسه كل من وزيري الخارجية في أن يكون هناك اجتماع في الوقت القريب يجري في القاهرة، وكان ذلك في 2008 منذ وقت طويل، ولكن أوكلنا إلى المسؤولين رفيعي المستوى أن يكون هناك مشاورات ثنائية لترتيب الاجتماعات الخاصة باللجنة المشتركة، وكملاحظة جانبية أن يكون هناك ملتقيات للأعمال لنبدأ في التعامل سويا، حيث ترأس رئيس الوزراء هذا الاجتماع من أجل أن يكون لدينا نتائج ملموسة للإعلان عنها. على المستوى الاقتصادي أعتقد أن المشروعات الكبيرة الموجودة الآن في مصر، فماليزيا تجد رغبة في المشاركة في هذه المشروعات الكبرى، حيث أن مصر هي بوابة إفريقيا، وكذلك لتعامل مصر مع مجموعة الأسيان والتي يصل تعداد سكانها لعدد يفوق 600 مليون، وهذا وضع مفيد للجانبين. كذلك ناقشنا الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والعوائق التي تواجه السياحة والسفر والطلاب المسافرين، وكذلك التأكد من وجود شهادات التطعيمات اللازمة. أتوجه بالشكر إلى مصر وفخامة وسعادة الوزير سامح شكري شخصيا، وكذلك موافقتكم على تطعيم الطلبة في مصر، الطلبة الماليزيين في مصر، حتى يستطيعوا السفر مرة أخرى إلى كوالالمبور، وهذه لمسة إنسانية عظيمة. وهذا طبعا في ظل العلاقات الموجودة بين البلدين، وهذا يعني الكثير للشعب الماليزي. أخيرا تناقشنا في الموضوعات الإقليمية ولم نستطع أن نفوت القضية الفلسطينية، وأود أن أهنئ مصر على جهودها في السعي وتحقيق وقف إطلاق النار من أجل البدء في جهود الجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار كما تناقشنا في المضي قدما في هذا الأمر. أعتقد سيدي أننا بصدد بدء حقبة جديدة بين مصر وماليزيا، وأشعر بالثقة والراحة بهذا التفويض من قادتنا كي نبدأ اليوم والتحرك للأمام. أشعر بالارتياح الشديد لهذا الأمر بالنيابة عن الوفد المرافق لي وعن حكومتي وعن رئيس الوزراء الماليزي. أشكرك على رحابة الاستقبال وعلى الأمور الهامة التي تمكننا من الحديث عنها ومناقشتها اليوم. شكرا. حسام عبد العليم، جيد الأخبار. سؤال الوزيرين، تناولت سيادتكم في المباحثات عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في إطار عدوية مصر وماليزيا في منظمة التعاون الإسلامي. كيف ترون مستوى التنسيق والتشاور القائم بين البلدين في هذا المحفل الهام إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية؟ شكرا. في الحقيقة أنه المواقف في بين مصر وماليزيا إزاء عديد من القضايا ذات الاهتمام على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، لنا رؤية متطابقة، ونعمل من خلال المؤتمر الإسلامي وبقية المنظمات الدولية على الدفع قدما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، دعم رؤية الدولتين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ونيل للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة
وهو يستحق هذه الحقوق. ففي الحقيقة في كل القضايا فهناك توافق كبير في مواقف البلدين والتنسيق في المنظمات الدولية، بل وتبادل التأييد للترشيحات المتبادلة، وهذا كانت دائما سمة نصرنا عليها ونستمر، وبالتأكيد هيكون فيها مزيد من التنسيق خلال المرحلة القادمة. هناك قضايا مرتبطة بنطاق الآسيان، الشرق الأوسط، قضايا كثيرة ذات اهتمام، تعامل مع جائحة الكوفيد، موضوعات تغير المناخ، نزع السلاح، عملية الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي والدولي، ودي كانت دائما ركائز لسياسات كل من مصر وماليزيا، وبالتالي نستمر في التنسيق حول هذه القضايا. أؤكد ما ذكره معالي الوزير أن العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا دائما ما توافقنا في أي منصة أو محفل دولي، خاصة في الأعوام الأخيرة. أما فيما يتصل بمنظمة التعاون الإسلامية فإن أهم قضية هي القضية الفلسطينية، وما من تعارض على الإطلاق، ما من تعارض في الرؤى بين مصر وماليزيا، ولم نتوقف عند هذا الأمر، بل أننا على المستوى الثنائي أو حتى مع باقي الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أرى أن مصر وماليزيا لديهما الكثير من الأصدقاء والحلفاء يشاركوننا الأهداف ذاتها عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية. أما ما أرغب في التأكيد عليه من ناحية أخرى، من ناحية جائحة الكوفيد، فإننا ننظر إليها باعتبارها أزمة، وماليزيا ترى في جائحة الكوفيد بالإضافة إلى ذلك فرصة في كل محنة منها. إذا ما حاولنا أن ننظر خارج الصندوق، فرصة نستطيع أن نبني من خلال، ربما لا تتوفر هذه الفرصة للبناء في الظروف الطبيعية في جائحة الكوفيد. شهدنا أننا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، خاصة فيما يتعلق بالتحصينات والتطعيمات. نحن نتشارك ذات الأهداف، نحن نخوض حرب من أجل كلا الشعبين، ويجب أن نستمر في هذا الأمر، ولن نقصر الحوار والتعاون على الفرص الثنائية فقط. وأؤمن أن معالي الوزير يشاركني الرأي أن السبيل الأفضل لمصر وماليزيا هي أن نكون مثلا يحتذى به في هذه الظروف. فاطمة بدوي، بوابة أخبار اليوم. سؤالي لمعالي الوزير، هل تم التطرق في الحديث ما بين الجانب المصري والجانب الماليزي عن مكافحة الإرهاب، مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، خاصة ما يشهده العالم الآن من صراعات في هذا الأمر؟ شكرا. تأكيد أنه قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتنسيق فيما بيننا على المستوى الأمني، وهناك تنسيق جيد فيما بين البلدين في المستوى الأمني، وضرورة تكاتف جهودنا للقضاء التام على التهديدات والاستهداف من قبل المنظمات الإرهابية. هي هذه أمور نتناولها، وسوف يتم أيضا وضع أطر للتعاون وتكثيف التعاون فيها عندما تنعقد الآليات التشاور السياسي واللجنة المشتركة، ونستمر في التنسيق فيما بيننا حول هذه القضية المهمة. أيضا أتيح لي فرصة بأن أستعرض مع معالي الوزير قضية سد النهضة وكل الأبعاد المرتبطة بها باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر، وإن شاء الله سوف نستمر في التنسيق حول هذا الموضوع أيضا في إطار الأخوة والتضامن القائم فيما بيننا. شكرا.
ماليزيا تحترم بشكل كبير المخابرات المصرية وتتعاون في مجال المعلومات والاستخبارات مع مصر، وخاصة في خضم إعادة إحياء العلاقات. وأعتقد أن جهات الاستخبارات وجهات هيئات مكافحة الإرهاب تعملان مع بعضهما البعض في كلا الجانبين بشكل جيد، خاصة مع عودة العلاقات لطبيعتها. وسأعود و أخبر الهيئات ذات الصلة في وطني أننا يجب أن نسارع من عملية مكافحة الإرهاب، لأن الإرهاب لن يتوقف بفعل الكوفيد. هذا الفيروس الخفي ألقى بالضوء على احتياجات جمة نحن بحاجة لتلبيتها، وسنقوم بوضع الاستراتيجيات من أجل مكافحته. كذلك الإرهابيين يقومون بوضع استراتيجيات، لذلك يجب أن نستكشف الفرص للتعاون بين جهات الاستخبارات وجهات مكافحة الإرهاب في كلا البلدين من أجل تعزيز العلاقات التعاون. وأؤمن أننا لدينا بالفعل علاقات قوية جدا في هذا الصدد، وربما تصير أكثر قوة بعد اتفاقنا اليوم. شكرا.